السلام عليكم. احنا ماشي ضد التلقيح، ولكن احنا ضد جواز التلقيح اللي فارضين علينا بدون سند قانوني. كاين قرار ايه، ولكن قانونيا راه ما كاينش. وكنلاحظوا بان الناس جاوا بكثافه كيعبروا على التضامن ديالهم، وحتى الناس اللي ملقحين جوج جرعات راهم حتى هما رافضين الجرعه الثالثه. لان تالين واش فعلا هاد الشيء دابا من هاد الشيء كامل، على الاقل كون خرجوا لينا بشي قرار بان هاد التلقيح راه ما كي عنده شي اثار جانبيه. اي انا الاول مشيت نتلقح، ولكن كل شيء دار بالصمت، يعني كل شيء لازم الصمت. لا اللجنه العلميه ولا يعني وزاره الصحه لازمين الصمت. يعني هذا الشيء انا ما فهمت والو. يعني هو كيقول لك تلقيح اختياري، ومن جهه اخرى جواز اجباري. وفهمت سطة. انت دابا دير التلقيح ولا ما دايرش؟ انا ما دايرش التلقيح لانني كنشوف وفيات، كنشوف اثار جانبيه عند الناس. واش هذا الشيء كنشوفه غنمشي نتلقح؟ يخرجوا لنا سيدي بشي بالغ بان راه التلقيح راه ما كيقتل ما والو، وتلقح هما براسهم ما عارفينش المكونات ديالو. بالاحرى نمشي انا ندير راسي للتهلوكه؟ ما يمكنش، غير معقول. هاد الوقفه ديالنا اليوم على اسباب التلقيح واجباريه الجواز. دابا التلقيح قالوا اختياري، ولكن كيجي الجواز كيقول اجباري. حنا دابا التلقيح في الاول قالوا الصلاحيه ديالو حتى العام، دابا هو اللي يقول 6 شهور، من بعد يقول 3 شهور، ومن بعد نقولوا في الرابعه. انا بالنسبه لي عندي واحد الدري صغير في عنده واحد المشكل ديال الحساسيه، ودابا خاصني نجيب من الوثائق وكذا وكذا، ما كاينينش، وغادي يمنعوه من المدرسه. يعني بالنسبه للاطفال خاص ما يكونش تلقيح ما بين 12 و17 سنه، ومن بعد 18 سنه كيبقى الانسان رشيد عنده الحق يدير. الا بغينا نلقوا اولادنا قبل 17 عام خاص يعطونا واحد الضمانات، مثلا ان شي مسؤول في طبيب ولا شي حاجه يسنينا على واحد الورقه بانه وقع دير شي حاجه تكون متابعه من عندهم. حنا شفنا حالات الناس لقحوا ولا ناس كبار لقحوا وما كتكونش متابعه، كون الانسان تيصرف من جيبه. انا كيبان لي بالنسبه لشي ديال الجواز هذا كيبان لي مهزله. هنا الحكومه ارتجلات، زربوا ديروا الجواز ما لاحوا بيطبقوه، وما يمكنش. دابا الناس مزيره بات تسافر بات كذا، كلشي مزير وكلشي ولا زربان. انت دابا ملقح ولا لا دير؟ انا عندي جواز وما كنبغيش ندير الثالثه، وانا اصلا داك الثانيه انا التلقيح اللي درته كان عندي واحد المشكل ديال السفر وخفت يحبسوني. اما انا ضد التلقيح من البدايه. الان الى جاو داروا واحد الاحصائيه مثلا في اسفي ولا في شي منطقه، غيلقاو بان النسبه كبيره 99 مرضات اوبرات ما مشات للسبيطار ما ديكلاراتش، فهمتي؟ يعني هاد المناعه اللي كهضروا عليها دابا الان ولا ماشي بالتلقيح، الناس مرضات اوبرات ودوات من جيبها. لان هاد القرارات الجائره كتمس حقوقنا احنا كمواطنين، وكنتمنى ان كاع الناس يتضامنوا ويكبروا الحزمه ونخرجوا كاملين باش نهضروا على الحق ديالنا. حيت هادشي راه ما كيعنيش غير هاد الفئه ديال الناس اللي واقفين دابا، راه كيعني المغرب كامل. راهم بغاو يكتموا الحق ديال المغرب كامل، ماشي غير ديال هاد الفئه ديال الناس اللي خارجه هنا. كنتمنى ان كل شيء يخرج ويهضر على حقه، لان هذا الشيء راه كيطعن في حريه الانسان المغربي وكمواطن. دابا انتم ضد التلقيح ولا ضد جواز التلقيح؟ حنا ضد الاجباريه في اي حاجه، حنا خصنا نكونوا حرين. بالنسبه لي انا الجرعه الثالثه كيف بحالي بحال حتى منظمه الصحه دابا راه بدات كتقول لهم، منظمه الصحه العالميه راه قالت لهم باللي الجرعه الثالثه ما خاصهاش تكون، لان الا دخلنا في الجرعه الثالثه غادي نبقاو كيخرجوا متحورات جداد، لان حتى الفيروس كيبدا كيحارب في اللقاحات. مادام اللقاح كيتطور حتى الفيروس كيتطور وكيحاول يحارب اللقاح. بالنسبه لك دابا دايره تلقيح ولا لا؟ ما دايرهش وما غنديروش. اختياري. اختياري، حريتي الشخصيه. شكرا. ماشي مشكل، مرحبا.